أحداث كثيرة أشغلت الأردنيين وانشغلوا بها في عام 2022، منها ما أفرحهم ومنها ما أحزنهم ومنها ما آلمهم. نبدأ من أواخر العام قبل أن نبحر في بداياته، فقد شهد الأردن حادثة استشهاد عدد من أفراد جهاز الأمن العام خلال الاحتجاجات التي وقعت في عدد من محافظات المملكة رفضاً لأسعار المحروقات والأوضاع الاقتصادية، والتي استغلتها قلة قليلة لبث الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار من خلال الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. أسفرت في بداياتها عن استشهاد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح برصاصة غادرة أثناء احتجاجات وقعت في منطقة الحسينية بمحافظة معان، وبعدها بثلاثة أيام تقريباً استشهد ثلاثة من مرتبات الأمن العام أثناء مداهمة أمنية واشتباك مسلح مع مشتبه به بقتل الشهيد الدلابيح في نفس المنطقة. حادثة انهيار عمارة الويبدة، وأسفرت عن وفاة 14 مواطناً وإصابة 10 آخرين إثر انهيار بناية سكنية مكونة من 4 طوابق. حينها استمرت جهود وعمليات الإنقاذ بمساندة مختلف الأجهزة الأمنية قرابة 4 أيام متواصلة. في العقبة أدى تسرب غاز وقع منتصف العام في ميناء المدينة إلى وفاة 14 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بعد أن سقط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله عبر الرافعات، ما أدى إلى تسرب وانتشار سحابة من غاز الكلورين السام على مساحة بلغ نصف قطرها حوالي الكيلومتر. الرصيف الريحة قاعدة بتوصل شوي شوي، بس خلينا عشان نخليك وكل شيء وقف تحميلها على اطلب قطع مادة. بعدها بساعات طلب من المواطنين في العقبة بعدم التجول في الشوارع وإغلاق نوافذهم والبقاء في داخل البيوت خوفاً من انتشار الغاز مع حركة الرياح إلى المناطق المأهولة بالسكان. في الرياضة أثار قرار منع حضور الجماهير لمباراة كرة القدم بين فريقي الوحدات والفيصلي ونقل إحدى المباريات بينهما إلى استاد الحسن بمدينة إربد بدلاً من استاد الملك عبد الله في القويسمة الجدل بين عشاق ومحبي الناديين. القرار جاء بعد رصد وحدة الجرائم الإلكترونية خطاب كراهية وعنصرية من جماهير الفريقين على منصات التواصل وأثناء الحضور الجماهيري في الملاعب. احتجاجاً على ذلك أعلن نادي الوحدات انسحابه من دور المحترفين قبل أن يتراجع بعد وساطة شعبية ونيابية لاحتواء الأزمة. منتصف العام 2022 اهتزت مشاعر الأردنيين حزناً لحادثة مقتل الطالبة إيمان رشيد بعدة رصاصات داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية. حينها أعلنت الأجهزة الأمنية الاستنفار في مناطق المملكة كافة للبحث عن القاتل، وما هي إلا أيام قليلة حتى حصرته في منطقة بلعمة بمحافظة المفرق ليطلق النار على نفسه من مسافة صفر، رافضاً تسليم نفسه ومسدلاً الستار على دوافع ارتكابه لهذه الجريمة النكراء. في 2022 حزن الأردنيون وتعاطفوا مع حادثة وفاة 5 أطفال أشقاء بحريق شقة في منطقة رصيفة اندلع بعد تماس كهربائي داخل غرفة الأطفال. هذول طيور من طيور الجنة يا أخوان، والله طيور من طيور الجنة، لكن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يصدرك يا أبو سلمان. جموع غفيرة شيعت جثامين الأطفال الخمسة ونعاهم الديوان الملكي ووزراء ومسؤولون ونواب. في هذا العام أثار مشروع قانون حقوق الطفل جدلاً واسعاً في الأردن، بين مؤيدين له يرون أنه حماية للطفل من الانتهاكات، وبين معارضين يرون أنه يهدف إلى تدمير الأسرة الأردنية، حتى وصل هذا الجدل إلى جلسات مجلس النواب الأردني. معقول وصلنا أنه إحنا نوقع مثل هذه الاتفاقيات؟ أنا أقول وبكل أمان أن هنالك مخطط يستهدف الجيل القادم، والدليل أنه تغلق مراكز القرآن في وجه الأطفال. وبعد حالة الشد والجذب بين النواب والحكومة أقر القانون بعد تعديلات واسعة أجريت عليه، يحظى أخيراً بموافقة أغلبية النواب. في عالم الفن تفاعل الأردنيون مع بوسترات الإعلان عن مهرجان جرش الغنائي لعدد من الفنانين العرب والأردنيين بنوع من الفكاهة، وتصدرت وقتها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من السخرية والانتقاد لشكل التصاميم الذي وصفه أغلب المعلقين بالسيء وأنه يفتقر للحرفية. في العاصمة عمان تفاعل سكانها وتندروا على ما حدث لشوارعها في أول شتاء يهطل عليها ليغرق عدد كبير من الشوارع. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بلقطات غرق الشوارع وتعطل المركبات ومداهمة مياه الأمطار لعدد من المنازل والمحال التجارية، ما تسبب بأزمات سير كبيرة. ليتساءل المواطنون عن مدى الجاهزية التي أعلنت عنها أمانة عمان مراراً وتكراراً قبيل بدء موسم الشتاء. وقبل الختام نتمنى لكم عاماً مقبلاً مليئاً بالسعادة والنجاح والتوفيق، وكل عام وأنتم بخير.